حصلت يا ميشو كده؟ عمي أنس خلاص ما بقاش فيك فايدة للدرجات دي؟ انت من طينة تانية غيرنا؟ ايه اللي انت عايزه بالظبط؟ ما بقتش عارف انا عايز ايه. في حاجة جوايا بتحركني، ايه هي مش عارفها. نفسي اطير وامسك نجوم السماء بايديا، بس في حد ماسك في رجلي منعني ان اطير. مش عارف الحد ده مش عايزنا نوصل للنجوم، ولا خايف عليا لأ. خطين اتفضل يا استاذ خطين. انا جاي اقدم بلاغ رسمي في مشهور سيد حسين اخويا حضرة الظابط. طب اتفضل اقعد يا استاذ خطين. قولي بقى، ايه اللي خلاك تقرر تقدم دلوقتي بالذات بلاغ في اخوك ميشو؟ لان خلاص يا حضرة الظابط يئست، كل محاولات تغييره فشلت. انا حاسس ان انا كنت واهم. لا يا استاذ فاطين، انت ما كنتش واهم وما فشلتش، وكل اللي حاولت فيه جاب نتيجه. انت نجحت فعلا. نجحت ازاي بس وانا حاسس بالذنب لاني ضيعت وقتك؟ وكمان كل اللي بيحصل لعم انس ده سببي. لا نجحت، والدليل على كده ان ميشو لسه ماشي من عندي دلوقتي حالا. ايه؟ ميشو اخويا كان هنا؟ ايوه، وحكالي كمان على اللي حصل مع عم انس، وخلاص اقتنع انه يتغير وهنبدا من بكره. ايه ده؟ انت بتتكلمي بجد؟ يعني اخويا ميشو خلاص اتغير وهيبقى واحد تاني؟ يعني انا نجحت؟ انا نجحت؟ انا عايز ابوسك، انا عايز ابوسك، انا اسف مش هينفع، انا نجحت، انا نجحت، انا نجحت، انا نجحت، انا نجحت، انا نجحت. هو ماله فرحان كده ليه؟ يعني ماكيه طلعت قماش ولا ايه؟ مين ده؟ انا بشبه عليك. ده يا سيدي فاطين سيد حسان اخو ميشو. اه ده بقى اللي قال اينما يتواجد الحب تتواجد الحياه. ميشو سندوتش ايه ده؟ حلاوة حنية. تسلم ايديك. لا انا مش شايفها.
ربنا يهديك يا ابني ويجعل لك في كل خطوة سلامة. بص بقى يا ميشو، هو ده الملف الجديد بتاعك اللي عملناه بالنموذج الجديد لميشو اللي هنقدمه للمجتمع. حلو؟ حلو قوي ميشو. معلش اصل انت بصراحة قمر في البدلة. وبعدين بقى؟ خلاص يا ست، انت دلوقتي واخدين على فين؟ هتعرف حالي. بس عايز اقولك حاجة. قمر. تعالى يا ميشو اتفضل. صباح الخير يا استاذ صه. تمام. الاستاذه سهى الاخصائيه الاجتماعيه هتديك دروس في كيفيه التعامل مع المجتمع وانشاء علاقات اجتماعيه صحيحه. ازيك يا استاذه سهى؟ اهلا وسهلا يا استاذ ميسو. دي هتبقى معايا على طول؟ اهلا وسهلا. اتفضلي يا لمياء يا حبيبتي. اهلا وسهلا. انت عارفه يا لمياء يا حبيبتي، على الرغم من ان عمي انس تعبان الا انه اصر انه يعمل لك الغداء بنفسه. انا مش تعبان يا فطين، انا بقيت كويس. ازيك يا لمياء؟ ازي حضرتك يا عم انس. اما انا اعمل لك حته مفاجاه على الغداء. عارفاها بساره. يبقى فطين قال لك بقى. لا ما قاليش، بس حضرتك كل مره بتبقى عازمني على الغداء بتعملي بساره مفاجاه. بس بتعجبك صح؟ ايوه طبعا. لمياء انا هطلع بقى دلوقتي لبابا علشان اخليه يجي لك هنا بنفسه عشان نبقى بعيد بقى عن سميره هانم دي. طب ما تتاخرش النبي يا فاطين. لا اتاخر ايه؟ ده احنا النهارده بقى هنروح السينما. ايه ما تقعدوا. ده بتشكر لي في بصاره حضرتك يا عم. كويس. هنروح السينما النهارده حفله 3 العصر. بس بقول ما تقوليش لبابا. ها؟ لا مش هقول. مش بص انت ممكن تقول لعمي. يلا يا فاطين بقى. عمو مش عايزني اساعدك في حاجه؟ ممكن تجهز السلطه. هي فين السلطة دي؟ اهي. طب اقعد يا عم استريح. كل حاجة تمام. انا بقى ايه؟ احط ايه؟ الشطة عشان البصارة ما تحلاش لو هي مش هتشطة. يا جامد. اللي قول لي يا عمي، هو ليه فاطين مش عايزني اشوف سميرة هانم دي؟ ما تشوفيش وحش، اصلها روحها في مناخيرها وبتزهق بسرعة. زهقت. ليه يا حبيبتي؟ ما كنا حلوين اهو. مش عارفه مالي. لو تعرف اللي مساء الخير يا بابا يا حبيبي يا عسل. ايه ده؟ في ايه؟ مساء الخير يا مرات بابا يا حبيبتي يا رمز الحنينه. ثانيه واحده. ايه رمز الحنينه دي؟ معرفش. والواد ده ماله؟ ايه اللي بيعمله ابنك ده؟ مش عارف، بس انت بيقول رمز الحنينه جايه من الحنان. مش طبيعي طول عمره. اتفضلي يا مرات بابا يا عسل. اتفضل يا بابا يا سكر. في ايه يالا؟ مالك؟ ما تجيب من الاخر. مش حضرتك يا بابا كنت زعلان مني اني ما عرفتكش على لمياء خطيبتي، وحضرتك ليك انك تزعل يعني، فانا قلت بقى لازم اراضي حضرتك، فقلت بقى لمياء خطيبتي تيجي هنا بقى تتعزم معانا على الغدا. عزمتها فين يال؟ عند عمي انس. والمطلوب حضرتك يا بابا بقى تنزل معايا كده هون علشان تتعرف عليها تحت. وهي مش فيها رجلين؟ ما تمشيش على رجلها ليه وتجينا تزورنا هي؟ ايه؟ تيجي. قوليلي بقى يا اموره، انت بتشتغلي ايه؟ مدرسه سميره هانم، مدرسه. هو بقها ده لما نفتحه مش هنلاقي جوه لسان؟ يعني هي ممكن تعبر عن نفسها بنفسها؟ سيبها تتكلم لوحدها عشان بزهق بسرعه. حاضر مدرسه. انا بشتغل مدرسه العاب في المدرسه اللي بيشتغل فيها فاطين الصبح، وبالليل بشتغل في السيرك. سيرك؟ بتشتغلي ايه يا اختي في السيرك؟ بتدربي اسود ولا بتدربي قرود؟ يا بابا يا حبيبي لمياء حبيبتي بتعمل فقره جميله قوي. يا اموره انت مشتركه في نوادي ايه في مصر؟ معلش بقى احنا هنستأذن بقى علشان رايحين المكتبة. لحسن مكتبة 3 عدت، يا دوبك نلحق مكتبة 6. وعلى امتى ان شاء الله ناويين تتجوزوا؟ ان شاء الله لما موضوع الشقة يتحل وعمي يكون وافق. دي دخل على طامة عسل مورتي. عن اذنكم. عن اذنكم. متشكرين. سلام يا عم الحبيب، انت وفتاة السيرك بتاعتك. شفت هبدت على رجلها كده وقالت بقى؟ وشفت هو شوح بايده ازاي؟ دي تلاقيها بتحط بقها جهاز وتطلع نار في السيرك. يا خرابي،
ايه الست دي؟ دي ست اشهر. معلش يا لمياء يا حبيبتي انا اسف يعني، وانا يعني ما كنتش عايزك تتعرفي عليها من شويه، ما هي من كده اهو. معلش بس انا النهارده بقى هروق لك دماغك. النهارده يا لمياء يا حبيبتي والاول مره في تاريخ خروجاتنا مش هوديك الاهرامات. انا عازمك النهارده ان شاء الله على السينما، ومش اي فيلم. ايه؟ فيلم تاريخي تحفه. تحفه يا لمياء هيعجبك قوي. الله الحمد لله يا لمياء يا حبيبتي ان احنا لحقنا الفيلم من اوله. ايوه. ها مبسوطه بقى؟ قوي قوي يا فاطين، ميرسي قوي. شكرا شكرا. استنى استنى لمياء، شوفي لي نص جنيه فاتن معاكي. استنى على طول كده، خد دي جنيه اهو. ماشي خد، خلي بقى عشان ايه رايك بقى في النضاره؟ شايفاني مجسم ولا لا؟ انت شايفني مجسم؟ انا مش شايف خالص. يعني ايه يا فاتن، انت مش لابس النضاره ولا ايه؟ اصل انا قلعتها لمياء علشان البس بقى النضاره السري دي. الصوت لو سمحت والسامع. حضرتك الصوت مش من عندنا، لو مش سامع حضرتك اطلع للكابينه فوق وخليهم يعلوا شويه. صوت كنترول عالي، وطي صوتك يا عم. حاضر، بصوتك ده انت مش مكسوف منه، سايب الفيلم ومركز معانا احنا. يا لمياء بس يا رتا. لا 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 امسك، انا هقوم اجيب بقى فشار لحسن، الفيلم ده عجيب. ايوه هو ده. ياه زحمه موت على الفشار. الناس سايبه الفيلم وبتموت بعضها بره على الفشار. بس حلو مش كده؟ ها؟ ياه يا لمياء يا حبيبتي، لحظات السعادة قليلة قوي. ايه ده؟ ماتي، لما انت مش لمياء يا حبيبتي بتاخدي ليه مني الفشار وبتاكليه؟ لمياء لمياء، انت يا استاذة اللي بتدور على عيلة تايهة. حضرتك دي مش عيلة تايهة، دي خطيبتي، وبعدين دي كبيرة وعاقلة. لمياء لمياء رد عليها لمياء، خلينا نخلص يا ابني. تعالى اقعد هنا، فضحتنا في السينما. انا اهو. حاضر يا لمياء، حاضر يا لمياء. انت كنت فين يا لمياء؟ قاعد اهو. الفشار وقع مني. مش مهم، اتفرج على الفيلم احلى. سوهامون افترا سيتي اوف ذا ديد انشنت بيريوس. اصل الراجل الفشرنجي اللي هو بيبيع الفشار ده خد مني البطاقه، علشان جردل الفشار ده بقى كان ب 30 جنيه وانا معيش غير 9 جنيه بس. لمياء ابقى اديني بقى الباقي. ها حاضر هديهم. اوعى تنسى. يوه يا استاذ بقى، صوت انت ولمياء حبيبتك دي. بقول لحضرتك ايه بقى، بص انا لسه واقع والفشار وقع مني وما اتكلمتش، فحضرتك بقى لو سمحت عشان انا مش ناقص. بس انا لمياء مبسوط وفرحان قوي، وانت كمان فرحانه ومبسوطه ومزقططه وطايره من الفرح. مش كده؟ ايوه قوي يا فطير. ادي اللي كان عمال يقول لي الصوت الصوت. اتاريه جاي هنا علشان ينام. سيبك منه، خلينا في فيلمنا احنا. على رايك يا لمياء.